شكرا دكتور محمد. من صحيفة المدينة الأستاذ فايز السميري يسأل: كيف ترون أثر الجائحة السلبي على تقديم الرعاية الحرجة والطب الإنعاشي لمرضى الحالات الطارئة؟ طبعا تقديم الخدمات الصحية لهذه أثناء فترة هذه الجائحة والتركيز على كيفية التعامل معها لم يفقد وزارة الصحة ولا بقية الجهات المقدمة للخدمات الصحية أي تركيز أو أداء أو قدرات أو أساليب وبروتوكولات التعامل مع الخارطة الأخرى للأمراض الصحية. التعامل في الطوارئ مع أي حالات، حالات حوادث، حالات صحية طارئة سواء كانت قلبية أو تنفسية أو غيرها، البروتوكولات فيها فاعلة، الفرق الطبية متمكنة متواجدة على مدار الساعة للتعامل معها وفق التعليمات والبروتوكولات، الزملاء الذين يعملون في منظومة النقل الإسعافي، في أيضا هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من كافة مقدمي الخدمات الصحية، هم مواصلين جهودهم وتقديم خدماتهم وكثفوها وأضافوا عليها ما يواكب هذه الجائحة دون أن يفقد أي أحد منا تركيزه على تقديم واجبات رعاية الخدمات الصحية الأخرى. فأطمئن الجميع، الخدمات تقدم لكافة المرضى بمختلف أنواع الحالات التي تطرأ عليهم. نسأل الله للجميع الصحة والسلامة والعافية. شكراً.